أنا مسعف في جمعية الإغاثة الطبية، اسمي وليد أنور الخليلي، أعمل سائق في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية منذ أكثر من 12 عام. قبل الحرب كنا ننقذ الجرحى ونعمل على إجلاء الجرحى، وأثناء الحرب قمنا أيضا بإجلاء الجرحى. في يوم اعتقالي كان هنالك اجتياح في منطقة تل الهوى، قمنا بإنقاذ عدد من الجرحى، وبعد ذلك رحت على منطقة برشلونة. في برشلونة كانوا مصابين على الأرض، رحت أنا أنقذهم، وكان معايا بعض الأشخاص من منطقة تل الهوى أيضا إجوا معايا داخل في الإسعاف. وإحنا بنرفع قاعد الجريح الأول، في قناص قبالنا قنص كل اللي معايا وقتلهم. ضليتني أنا جريت اتخبيت، يعني دخلت في جوا مقطورة اللي هي عبارة عن شاحنة. لما أنا دخلت على الشاحنة قعدت من الساعة 11 الصبح للساعة 12 في الليل. الساعة يمكن حوالي تقريبا المغرب إجوا كلاب صاروا ينهشوا بالجثث. أنا عندها يعني صحيح إنه كان المشهد ضخم ومهول، يعني اتفاجأت من هيك. بعد ذلك الساعة يعني تقريبا واحدة زحفت ودخلت في العمارة، عمارة سكنية فاضية، والجثث كانوا مرميين. المصابين اللي أنا بدي رايح أنقذهم كانوا هم مصابين، هم أعدموهم من مسافة يعني أقل من 10 متر أعدموهم. يعني تفاجأت إنهم أعدموهم. بعد ما أعدموهم أنا زحفت وخشيت في العمارة، إجت الدبابات حوطت كل المنطقة وصاروا يضربوا صواريخ على العمارة وحرقوها. أنا انزلت بالأسانسير من بحبل في بيت الأسانسير، تخبيت عشان بطون، انزلت بحبل على البدرم، من البدرم دخلت على العمارة اللي جنب العمارة اللي أنا اتحصرت فيها. إجا الجيش حاصر المنطقة، طلع لي فوق صار يطخ ويرمي قنابل وأخذني قال لي اشلح شلاحة توعية. حطوا إيدي ورا ظهري وربطوني. لما ربطوني غموني، بعدين أخذوني في شقة في الأبراج السكنية وصاروا يضربوني، يعني أكثر من 20 جندي منهم من كان يحمل العلم الأمريكي، هذه بنسهوش، علم أمريكي كان موجود من ضمن كانوا العشرين جندي اللي كانوا يضربوني. بقولوا لي اعترف أنت ليش جاهيان؟ قلت لهم أنا جاي منقذ، أنا مسعف. ما صدقوني، أقول لهم أنا مسعف. صاروا يخبطوا فيا ويضربوا فيا بعصا وتقصيرات. واحد إجا من الإطوال والإعراض من التمين صار يخبط هنا في القفص الصدري، انكسر عندي 4 ريش. لما انكسر بطلت أنا أتنفس، صرت أتنفس بقوة لما أتنفس. بعدين جابوا لي قالوا لي بنحط جهاز كشف الكذب، حطوا جهاز كشف الكذب ولبسوني طوق في ظهر على راسي ورجلي، وصاروا يضربوا الكهرباء. بقول لي اعترف، كنت فيقول لي اعترف. اقول له كيف انا اعترف؟ ايش انا جاي منقذ؟ ايش بدك اقول؟ بقول لي انت جاي مع تعاون حماس. قلت له لا انا منقذ، انا مسعف. ما صدقنيش، فصار يخبط فيا ويكسر فيا. بالاخر لما انكسر الريش عندي ما عرفتش اتنفس، صار يقول لي انت حماس، وانا مرمي على الارض وكل دم، صرت اقول له حماس غصب عني. قال لي قول انت حماس، من بطل نضربك. قلت له حماس. بعد هيك نزلوني حطوني في دبابة، وأنا مجرد من الملابس إلا في البوكسر، حطوني في البوكسر وحطوني لو بعدين في الدبابة، نيموني في الدبابة لو إجا واحد من اللي كانوا يحرسني تحت. بقول لي اسمع، أنت أمك داعية عليك. بقول له ليش؟ لو بقول لي أنا سمعت المسائل فوق عربي، احكي عربي. بقول لي بدهم يودوك على سجن سيدي تيمان. بقول له إيش هذا السجن؟ انا بحكي له وانا كلي مكسر وعندي يعني مش قادر اتنفس. بقول له على سيدي ايتمان، هو انا سمعته ايتمان زي هيك. المهم لما قال لي امك داعي عليك، بقول له ليش؟ بقول له على سجن سيدي ايتمان، بس الله يستر انه انت تبقى على سيدي ايتمان، بس ادعي انه ما يكونش. هو شكله هيك من الداخل بيحكي عربي يعني. المهم لو بقول لي غاب وانا مكلبش، لو بقول لي انت ابعد هلقيت تتكلمش، انت رايح على سيدي ايتمان. لما قال لي على سيدي تيمان اختلف المعامله كلها معايا.
صاروا يخبطوا فيا وصاروا يخبطوا فيا في البساطير واخذوني، صاروا يلفوا فيا في الليل على المواقع والدنيا ثلج وانا مجرد من الملابس، صاروا يلفوا في الشوارع في المواقع العسكريه، وصاروا كل ما يشوفوا موقع جيش يقولوا له هذا حماس، هذا من نخبه حماس، من نخبه حماس، يطلع الموقع كله يخبط فيا بالبساطير وبالمسطعشات في البوز المسطعش تبعهم على ظهري وراسي. بعد هيك اخذونا على معسكر جيش، اخذونا اكثر من نقطه على موقع جيش، مرقت على موقع الجيش كلهم قاموا في موقع الجيش، صاروا يقولوا بدنا نشغل فيه، صار يقول له هذا اللي انا نزلني من الدبابه، صار يقول له هذا من نخبه حماس، هذا من حماس النخبه، قال له هذا نخبه، قال له اخذوني. لقيت انا مكلبش من ورا، طلع ايدي وانا مكلبش في اليدين، اخذني جوا في المعسكر كلهم قاموا، صاروا يقولوا بدنا نشغل فيه، صاروا رسموا لي اسعاف، هذا المعسكر رسموا لي اسعاف وقالوا لي اطلع جيب الصنوار. بقول لهم انا كيف بدي اجيب الصنوار اذا انتم مش قادرين تجيبوا الصنوار؟ بقول لي اطلع الاسعاف جيب الصنوار. صار يقول لي اعمل افتح سرينه احكي يعني صوت الاسعاف واطلع جيب الصنوار. بقول له انا كيف اجيب الصنوار؟ صاروا خبطوا فيا، جابوا عصي كهربائيه صاروا كهربوا فيا، لما كهربوا فيا صاروا يقولوا احكي صوت الاسعاف ويوي. قلت له انا ما لقيتش الصنوار. لو قال لي لا دور عليه. صاروا يخبطوا فيا في المعسكر كلهم جيش وبنات ومجندات، ولقيت صار انه بدهم ينقلوني على سجن سيدي تمام. لقيت انا دخلت على سجن سيدي، اخذوني في الدبابه في الليل ثاني يوم ودخلوني على سجن سيدي تمام. في سجن سيدي تمام عند البوابه وانا مكلبش من ورا ومغمى، صرت اسمع صراخ اهوال يوم القيامه، كله بصرخ بصرخ بصرخ. دخلت في منطقه زي ما شو اسمه براكس كبير، وصاروا يقولوا لي هاي تعون اللي دخلوا جوا على الغلاف وما الغلاف. صرت اقول له طيب انا ايش بدي اسوي، انا مسعف، انت ليش جايبني هان؟ لو طلعني في قلب في كان جنزير نازل عباره عن حديده، وركبني عليها الحديده، فكني من الكلبشات وركبني، حط لي ابر هول، لبسني ابر هول، وهنا طاقيه ابر هول مشبوكه كلها بكهرباء، وطلعني فوق على في الجنزير وانا معلق، وصار يكهربني، صار يقول لي اعترف، انت حماس، انت حماس، سلم لنا تعون حماس، انت اللي كانوا معاك، وين المختطفين؟ انت اللي بتوصلهم في الاسعاف، انت بتوصلهم بالاسعاف، وانت معاك المختطفين، وانت اللي بتحكي عنا، بتصورنا لتعون حماس، وانت وانت وانت. قلت له انا كيف انا لابس، وانا لابس زي الاسعاف اثناء فتره الاعتقال. بقول له كيف انا بوصل تعون حماس؟ بقول لي انت اللي دخلت جوا اكتوبر. قلت له لا انا ما دخلتش. المهم قعدوا يمكن من الساعة من الصبح لفي الليل وأنا معلق. بعد ما علقوني نزلوني من التعليق، فكوني من هذا وحطوني في الثلاجة لمدة يمكن يومين، طلعوني من الثلاجة حطوني في ساحة، جابوا مية حطوا في المية، صاروا يحطونا في مية وجابوا هوايات كبيرة. بعد هيك دخلنا على المحقق العسكري تبع الشباب، بقول لي انت في، قاموا اللتمة وفكوني، قالوا لي انت عند المحقق العسكري تبع الشباك الاسرائيلي. بقول له طيب، لو بقول لي وين تعون حماس؟ وين الصنوار؟ وين المختطفين؟ بقول له انا معيش مختطفين، انا مسعف. بقول لي صار يخبط فيا بالبسطار 20 نفر وانا في المحقق العسكري جوا، هجموا علي وصاروا يخبطوا فيا في التقصيرات. المهم لو طلعوني من عند المحقق العسكري وداني برا، لهو بقول لي انت ضلك في الساحه، في الساحه ربطوني وجابوا شيء اسمه عضاضه. العضاضه هذه كانت تعض في اللحم جوا ايدي في العصب، وتشد تشد تشد تشد، وبعدين دخلني وانا مكلبش من ورا. لو بقول له فكني، لو بقول له شو اللي بيجعك، بقول له ايدي عندها انقطع. راح جاب سيخ حديد عباره عن سلكه كبيره وشبكه كمان في العضاضه، وصار يشد وخبطوني، صار يخبطوا فيا في البسطار. بقول لي اعترف. قلت له اعترف على ايش؟ بقول لي الصنوار وين؟ بقول له من وين اجيب لك الصنوار؟ لو بقول لي لا معاك الصنوار، مش معاك الصنوار. قلت له مش معايا. لو بقول لي طيب المختطفين وين وديتهم؟ اعترف وين المختطفين تاعونا، وين الاسرى اللي معاك؟ انت معاك اسرى، احنا مصورينك، وهي النفق اللي طلعت منه. قلت له انا ما طلعتش من النفق ولا صورتني، وهات لي اثبات وطخني. راحوا جابوا بس مباشر من الزنان على داره، وصار يقول لي بدنا نقصف دارك، اعترف وين يا بتسلمنا المختطفين. لو بقول لي وين المختطفين وموين المختطفين، قلت له معيش المختطفين. بعد هيك طلعني دخلني في البراكس ثاني، ولبسنا حفاضات وضليتني معلق،
وصلنا مثلا بنقول له بدنا ناكل، يجيبوا لنا خبز ناشف ويحطها تحت البسطار ويطعمينا اياه، ولما بدنا نشرب يجيب لنا سطل زي هيك وتمنا شاربين من الساعه 8 من الساعه 6 الصبح للساعه 12 في الليل، واحنا قاعدين على ركبنا ومغمين ومكلبشين من ورا، وضرب وهانة وخبط وكل ما ايش يعني. انا كنت في سجن سيدي تيمان 20 يوم، بعدين طلعوني على النقب. في سجن سيدي تيمان ما كنتش اشوف حدا، ما كنتش اعرف الايام في سجن سيدي تيمان. يعني حسبناها يعني لما طلعت على النقب شفت يعني اسرى تانيين فلسطينيين في سجن سيدي تيمان، كلهم محفظات ومعلقين، عباره عن جنزير وزي هيك وصراخ. هو اليوم القيامه كله بصرخ في سجن سيدي تيمان. سجن سيدي تيمان بتلاقي يعني مسلخ دم على الارض، بمبز ريحه، برموك في الزاويه بيصيروا يخبطوا فيك، بيجوا يخبطوا فيك. لما طلعنا على النقب صاروا يعاقبونا في النقب، اللي هو نظام ارفع ايدك لفوق، ارفع رجل واحده، خليك في رجل واحده. يجيبوا لنا خبز الصبح، خبزه صغيره، وبالليل خبزه صغيره، وبالنهار خبزه صغيره. لما افرجوا عني، لما اخذوني من سجن النقب كنت اتعاقب في سجن النقب، وانا عندي ريش كانوا مكسوره ومتصاوب، وهذه ايدي كان عندي تهتك في العصب. وبعد هيك افرجوا عني في منطقه جنوب غزه، واولادي واهلي ما زالوا في الشمال، وما زلت انا هنا لحالي يعني في جنوب غزه. لا لا لا، غير مش موجودين هنا في الشمال، ومعي تحويله طبيه انه انا اسافر على مصر، ولحتى الان بنتظر.